مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من حوار اليوم. حملت النتائج الاوليه للانتخابات النيابيه في العراق مفاجات كبرى، كان ابرزها خساره تحالف الفتح الموالي لايران نحو 34 مقعدا من 48 مقعد حققه خلال انتخابات 2018. في المقابل حل التيار الصدري بزعمه مقتدى الصدر في المرتبه الاولى بنحو 72 مقعد، فيما جاء حزب تقدم في المرتبه الثانيه ب 43 مقعد. كما تفاجأت الأوساط السياسية بخسارة تحالف قوى الدولة المشكل من طيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر برعاية حيدر عبادي، حيث لم يحصل هذا الفصيل سوى على 4 مقاعد فقط من بين 61 مقعد حققه في الانتخابات الماضية. حول نتائج الانتخابات العراقية وانعكاسها على المشهد السياسي بدور حلقتنا النهاردة مع ضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ حسن بديع. نور أستاذ حسن، أهلا بك منور. أهلا. خلينا في البداية نطلع التقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يخص نتائج الانتخابات العراقية بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. يبدو المشهد السياسي في العراق مفتوحا على كل الاحتمالات بعد الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات التشريعية المبكرة، الامر الذي قد يسهم في احداث تحولات جذرية في طبيعة التحالفات المقبلة مما ينعكس على العملية السياسية بشكل عام. فقد حقق تيار الصدر نصرا انتخابيا كبيرا بحصوله على 73 مقعدا من مقاعد البرلمان بزيادة قدرها 19 مقعدا عما حققه في انتخابات عام 2018. لم يكن التيار الصدري القوة الوحيدة التي خرجت رابحة من اللعبة الانتخابية، إذ جاء تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي في المرتبة الثالثة بين الكتل السياسية حاصدا 37 مقعدا في مقابل 25 حصل عليها في انتخابات 2018. وبينما كان يسعى تحالف الفتح الموالي لإيران للحصول على نسبة تؤهله للمشاركة في تشكيل الحكومة أو فرض رؤيته عليها، إلا أن خسارته نحو 34 مقعدا من 48 حققها في انتخابات 2018 دفع قوة محسوبة على إيران إلى إعلان نيتها الطعن بنتائج الاقتراع وتلويح البعض الآخر باحتمال لجوءهم إلى العنف إذا لزم الأمر لضمان عدم فقدان نفوذهم. كان العراقيون قد صوتوا لاختيار نواب برلمانهم من بين 3200 مرشح في الانتخابات المبكرة للمجلس المؤلف من 329 مقعدا في انتخاباته الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003. جاءت الانتخابات قبل 6 أشهر من تاريخها الأصلي في محاولة لتهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2019 ضد الفساد والانقسام الطائفي والبطالة وانهيار الخدمات العامة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حسن بديع. استاذ حسن، خليني في البدايه، كيف ترى مشهد الانتخابات او نتائج الانتخابات العراقيه؟ لان يعني النتائج حتى مش اقول مخيبه للامال، ولكنها جاءت مخيبه لبعض الكتل السياسيه خاصه التي تنتمي بشكل او باخر لايران. بالتاكيد هي النتائج في تقديري بتشير إلى أن احنا داخلين على مرحلة بالغة الخطورة في العراق ومرحلة تحول وتغيير قد يكون خطير وقد يكون له آثاره الهامة على العراق واستقراره في المرحلة القادمة. الانتخابات أو نتائجها في تقديري جاءت بشكل شبه متوقع نظرا للأحداث والظروف التي وقعت في العراق على مدار العامين الثلاثة الماضيين وعلى مدار مسيرة من 2003 من يوم الاحتلال الأمريكي للعراق حتى يومنا هذا، يعني دخلنا في حوالي 18-19 سنة. النتائج تحتاج إلى قراءة متأنية وخطيرة ولم تأتي صدفة ولم تأتي اعتباطا، وإنما في تقديري هي ردود أفعال لما حدث كما قلت في العراق على مدار السنوات السابقة. نحن ندخل مرحلة بالغة الخطورة في العراق، قد
تكون الانتخابات مدخل لاستقرار، وقد تكون الانتخابات مدخل لقلاقل خطيرة في العراق. خليني أتكلم هنا على نسبة المشاركة، يعني هي نسبة ليست بالكثيرة، وده جرى العرف حتى في كل الدول العربية. يعني بنتكلم على 41% نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. وهنا السؤال يعني أو المفارقة، كان هناك حراك شعبي ومطالب شعبية في الشارع متواصلة نظرا لتردي الخدمات، ونحن نتحدث على العراق. خلينا برضو السادة المشاهدين يبقوا فاهمين معانا ان العراق ده تاني اكبر احتياطي نفطي في العالم، والعراق من الدول يعني المصدرة للنفط، والنفط العراقي يعتبر الاكثر جودة في العالم، لان نسبة المازوت والقطران والحاجات ديت قليلة فيه جدا اذا ما قرنت بالبنزين والامور الاخرى. يعني دولة نفطية، دولة صاحبة حضارة، دولة يفترض انها مش كانت اقتصاديا ايام صدام حسين قوية جدا، كانت تمتلك ثاني اقوى جيش واقوى جيش في منطقة صحيح. الخليج، وحراك شعبي. الان دولة تعاني من خدمات، هنا في حراك شعبي وفي نفس الوقت عدم مشاركة بكثافة في الانتخابات. ايوه، اولا نمرة واحد، العراق دولة عربية عريقة وعظيمة ولكنها محتلة من عام 2003 احتلال امريكي ايراني مباشر، والان اندمر الاحتلال الامريكي والايراني الاحتلال التركي والنفوذ الاسرائيلي والبريطاني المتزايد. تمام، ده سبب رئيسي. السبب الثاني ان العراق تعرض لعملية نهب منظمة غير مسبوقة ربما في التاريخ العربي كله، ونهب وصل لأرقام فلكية كل الدول العربية تنهب، سوريا تنهب، والدة تنهب. تمام، يعني والنخبة السياسية الحاكمة والتي جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية والبريطانية في حرب 2003 كلها تشعر انها تقضي فترة مؤقتة في العراق، فأصحاب جنسيات أجنبية، وبالتالي في أكبر عملية نهب ونزح الأموال من العراق بشكل رهيب على حساب المواطن العراقي وعلى حساب الخدمات وعلى حساب معيشة الشعب العراقي. طيب، نسبة المشاركة 41% مع التجاوز. طيب، بينما كان في حراك شعبي شديد في الشارع العراقي يبشر بأنها تكون نسبة المشاركة عالية جدا، بالتأكيد تصل لـ 70-75%. لا، قوى الحراك الشعبي في العراق والتي قادت ثورة تشرين 2019 في العراق قطعت الانتخابات ودعت الشعب العراقي لانقطعة الانتخابات، وفعلا هناك جموع كبيرة من الشعب العراقي قطعت الانتخابات يأسا من مصداقيتها ونزاهتها، أو يأسا من أنها ممكن تؤدي إلى تغيير حقيقي ينعكس إيجابا على المواطن العراقي، واستجابة قطاعات منه استجابت لحركة الحراك الشعبي وللثورة الشعبية اللي كانت في تشرين 19، واللي ضعوا أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، لأن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن وقدمت 1000 شهيد ولم يتم التحقيق على أي مستوى في المتهمين الذين وجهت لهم اتهامات القتل والقمع واغتيالات الناشطين. وبالتالي كلها أسباب أدت إلى إحجام الشارع العراقي بنسبة كبيرة عن المشاركة في الانتخابات. خليني برضو يعني قبل ما أتكلم على دلالات نتائج الكتل الانتخابية في العراق، خليني أتكلم على السيد كاظم يعني مصطفى الكاظمي. يعني هو رئيس وزراء يختلف كثيرا عن حيدر العبادي، ويختلف كثيرا عن نور الملكي. له 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 يعني خطاب قومي عربي صحيح، بعيدا عن التجاذبات الإقليمية. صحيح يعني صحيح، وهنا يعني هل للسيد الكاظمي دور في مرحلة ما بعد الانتخابات؟ وارد بشدة. أولا السيد مصطفى الكاظمي أصلا صحفي زي حالاتي، ولذلك أنا متعاطف معه، ورجل عروبي لا شك، ورجل يسعى إلى عودة العراق للحضن العربي وإلى عودة العراق للحياة المدنية العادية وإنهاء سلطة أصحاب العباءات السوداء. وهو خد خطوات جيدة في هذا المجال، وحاول بقدر المستطاع وبقدر ما يطيق وبقدر ما تسمح الظروف، وحقق بعض النجاحات، ويكفي انه خطى خطوات عروبية نحو التوجه نحو مصر والأردن،
وفتح قنوات اتصال مع سوريا واطراف عربيه اخرى من المملكه السعوديه. كان له لقاء اهم جدا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد. والملك عبد الله، وهو يعني لقاء كما لو كان نحي الماضي القريب بالضبط. هو هناك ما يمكن القول او لا يصح التعبير تحالف يجري بناءه خطوه وراء خطوه بين مصر والعراق والاردن كركيزه للموقف العربي المبعثر والمتناسق، حتى يعني لا تكون العراق فريسه لايران او لتركيا او لدول اخرى. في محاوله اولا لعوده العراق للحضن العربي وعوده الوجه العربي للعراق وتقديم الدعم العربي لاشقائنا في العراق وان احنا نستقوى بالعراق والعراق يستقوى بامته العربيه. وانا عايز اقول ان التحالف العراقي المصري الاردني الان يتسع ويفتح الان علاقات قويه وعميقه مع سوريا، ومصر على فكره بتصدر لسوريا الغاز والربط الكهربائي مع لبنان كمان ومع تونس ومع الجزائر ومع دول اخرى. هناك بلوره لموقف عربي ولو في حدود الدنيا يقوي الموقف العربي ويوقف هذه البعثره اللي احنا بنعاني منها من سنوات طوال. السيد مصطفى الكاظمي لعب دورا ايجابيا في ذلك، وهو يعتبر في رايي الشخصي افضل رئيس وزراء عراق جه بعد 2003 بالتاكيد. حضرتك بتقول لي له فرصه، انا اقول لك ممكن يبقى له فرصه في تشكيل الوزاره الجديده لو التيار الصدري اسند اليه هذه المهمه بنسبه 50%. ده ياخدنا لنتائج الانتخابات وفوز تيار مقتدى الصدر ب يعني الاغلبيه، وهنا اتكلم برضو على يعني النتائج. هل هذه النتائج تعتبر معبره عن حاله الشارع العراقي، خاصه أن الحشد الشعبي والجماعات الموالية والكتل الموالية لإيران يعني أصيبت بخيبة أمل يعني نتائجها؟ هي بالتأكيد بصرف النظر عن مقاطعة قطاع كبير من الشعب العربي في العراق للانتخابات النيابية، إلا أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات تأتي وبنسبة كبيرة تعبيرا عن الشارع العراقي الذي يسعى بكل قوة لإنهاء الاحتلال والنفوذ والسيطرة والهيمنة الإيرانية على العراق، وإنهاء أيضا الاحتلال والهيمنة التركية على العراق، وإنهاء أيضا النفوذ الأمريكي للعراق. ما فيش شك إن الانتخابات بتعبر بشكل أو بآخر مع عن حركة التغييرات العميقة التي تتم الآن في المجتمع العراقي منذ فترة، وتتم بشكل متدرج ومتتالي، واعتقد انها تسير في خط صحيح قائم على تحقيق الاستقلالية الكاملة للعراق وعودته الى حضن امته العربية وانهاء كافة وجوه النفوذ الاجنبي في العراق. مهمة ليست سهلة ومهمة صعبة بجانب بناء العراق المنهار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولا أن تكون ثروة العراق لأهل العراق لا أن تنهب بالتأكيد. وبالتالي علينا أن نقرأ قراءة متأنية للانتخابات ونتائجها. تمام، بس خليني أستاذ حسن يعني دائما يعني ما أقول أن أي دولة تتبع نظام المحاصصة أو الطائفية هي قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار في أي وقت. مفيش كلام. عندما نتحدث عن لبنان، عندما نتحدث عن يعني العراق، حتى اليمن دخل في قصة حوثيين وشرعية وغير شرعية. هنا أتكلم على مسألة يعني هذه المحاصصة، رئيس كردي، لا رئيس وزراء شيعي سنة عفوا شيعي ورئيس مجلس النواب سنة ورئيس مجلس والحلبوسي كان هنا في زيارة قريبة للمصري. يعني هذه التوليفة هي قنبلة موقوتة، يعني هل نتائج الانتخابات قادرة على تجميع الشعب العراقي حول قيادة وطنية؟ لا لا. حول عودة الدولة الوطنية العراقية؟ لا لا لا, لا, لا اطلاقا. هو بص، هو القنبلة الموقودة او الباب الذهبي لدمار اي بلد عربي حاجتين: الاحتلال الاجنبي والمحاصصة والمذهبية بالتأكيد. والعراق في قنبلتين: الاحتلال والطائفية والمخصصة. ولن يعود العراق كما كان إلا بعد التخلص من الاتنين دول، ودي روشتة لأي بلد عربي أيا كان أي دولة في العالم مثلا، بغض النظر عن المشكلة في لبنان والمشكلة في زي سيادتك تفضلت وقلت في اليمن وغيرها، ده أساسي. طيب هل النتائج دي في إطار النظام الطائفي القائم في العراق
تعتبر نتائج لا بأس بها، لأن هي إيه؟ التيار الصدري رغم ارتباطاته بشكل أو بآخر بإيران إلا أنه لا يخضع لإيران خضوع كامل. هو محمد مختار الصدري حتى له خطاب يعني عروض قوي بشكل كبير، وبعض وله مراجعه الشيعية الدينية العربية وليست التابعة القوم في إيران. دي خطوة، دي خطوة، ولكنها لا تلبي احتياجات الشارع العراقي بالتأكيد. لكن الواضح والرصد المبدئي للانتخابات العراقية يقول أن التحالف الشعبي وهو أهم أزرع إيران في العراق ويضم الأحزاب والجماعات والميليشيات الموالية تماما لإيران قد تراجع إلى 14 مقعد، وهذا يعني انحصار وجودهم في الشارع العراقي تماما، وتعاظم التيار الصدري، وتراجع تيارات أخرى زي تيار حيدر العبادي وغيره، وكلها تيارات تدور في فلك إيران. في النهاية هي تدور في فلك إيران تمام. وبالتالي أنا أعتقد وأرى أن الشارع العراقي مقبل على صدامات وتوترات سوف تكون شيعية شيعية. خليني معايا على الهاتف دكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. دكتور حامد مساء الخير. اهلا بك يا هبي، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، وحشنا. ربنا يبارك في معاليك يا فندم. الله يخليك. معايا ضيف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حسن بديع، الكاتب الصحفي والاعراب سابقا وحديث عن نتائج الانتخابات العراقية. اولا بشكل عام يعني كيف ترى نتائج هذه الانتخابات دكتور حامد؟ يعني لابد ان نهنئ الشعب العراقي في الذهاب باجراء الانتخابات النيابية بامان ودون اي اشكاليات. نجحت وبدون نفاق الدولة العراقية في اجراء الانتخابات البرلمانية سواء تنظيميا وايضا امنيا، واعطت رسالة للعالم اجمع خارجيا ولقوى الشر داخليا على قدرة العراق على مواجهة التحديات الامنية والسياسية الكبيرة والتي كانت دائما وابدا تقف حجر عثرة في وجه استقرار العراق. وايضا لابد ان نشير الى نقطة جوهرية، من انه لابد من احترام نتائج العملية الانتخابية في العراق ايا كانت، ولابد من الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة طبقا للدستور لما يحقق ذلك استقرار كبير للدولة العراقية. هذا من ناحية. اما من ناحية اخرى فالنتائج اظهرت واقع مغاير لما كان يعني متوقع، وهو تصدر التيار الصدري، يعني كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي حقق انتصارا كبيرا بحصوله على 73 مقعد من مقاعد البرلمان اللي هي تبلغ حوالي 329 مقعد، يعني بزيادة حوالي 19 مقعد عن انتخابات 2019. وده من وجهة نظري لم يكن أبدا يعني مفاجأة، ويعد لأن هناك علاقة ما بين التيار الصدري والشارع، وتعد ضربة قاسمة لإيران وأذرعها. أيضا تحالف القوى السنية بقيادة محمد الحلبوسي حصل على 43 مقعد، وبالتالي يعني وهو تحالف دولة القانون يعني بقيادة نور المالكي حصل على 37 مقعد. أما ائتلاف الفتح وهو ال- 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 الهزيمة كبيرة جدا من وجهة نظري، وحصول على 14 مقعد وهو تراجع كبير، لأنه في انتخابات 2018 في الذهاب كان حصل على 47 مقعد، وبالتالي يعني بشكل عام نجد تمام. أن هناك تغير تمام. يمكن هناك تصريحات لهذا التيار تيار الفتح بالأمس بأنه لن يقوى النتائج هذه الانتخابات، ولكن مش وقت الحديث عن هذا الموضوع. لكن خليني دكتور حامد أتكلم هنا على التطابق في الخطاب السياسي بشكل كبير ما بين السيد مصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر، التوجه العربي، التوجه القومي، التوجه نحو عراق موحد بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن التجاذبات المذهبية. وهنا أتكلم على دور مصر، دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة العراق إلى العروبية. وكانت هناك لقاء يعني لقاءات السيد الرئيس يعني متعددة. سافر العراق وتقابل مع القيادات العراقية، السيد رئيس الوزراء، كانت هناك قمة ثلاثية يعني، حتى أنا والأستاذ حسن تكلمنا على ما أشبه الليلة بالبارحة، التجمع العربي القديم الذي كان يشمل العراق والأردن
ومصر واليمن، يعني واليمن هي في حالة برضو يرثى لها هذه الأيام. ولكن أنا أتحدث عن دور مصر العروبي خلال يعني يعني تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول أن يضمد الجراح في الدول العربية والبقاء على مؤسسات الدول العربية واقفة كما يقال، أو أن تبقى الدول العربية لها مؤسساتها القوية القادرة على إعادة اللحمة بين فرقاء الأمة. يعني كيف ترى سياسة مصر تجاه العراق والخطاب؟ هو سؤالك في حد ذاته أبدي هو إجابة، وإجابة واضحة عن ما قامت به الدولة المصرية تجاه كل أشقائها العرب وبالأخص العراق. العراق دائما وأبدا كانت تستغل كورقة ضغط، ودائما وأبدا ما كانت يبتز شعب العراق من قبل قوى إقليمية بعينها في سبيل أن تكون العراق هي وسيلة لتحقيق أهداف دول أخرى في المنطقة. ولكن القيادة السياسية المصرية الواعية وأيضا الإرادة السياسية العراقية من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي في عودة العراق مرة أخرى إلى الحضن العربي، وشاهدنا أن هناك زخما كبيرا أحدثته الدولة المصرية للقضية العراقية، كان هناك دعم كبير من قبل الدولة المصرية. شاهدنا زيارة لأول رئيس مصري منذ 30 عام للدولة العراقية، وأثبتت شهادة كبيرة على قدرة العراق على تنظيم الانتخابات، لأنه عندما يزور رئيس بحجم الدولة المصرية وهو الرئيس السيسي العراق وفي ظل وضع أمني يعني مش هقول هش ولكن غير متزن نسبيا، فهذه رسالة للداخل العراقي من قدرة الدولة العراقية على إجراء الانتخابات ودعم كبير سياسي ومعنوي، وأيضا التنسيق الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق وتوقيع أكثر من 18 اتفاقية، بالإضافة إلى مشروع الشام الجديد وهو مشروع مهم جدا يحقق النجاعة والنجاح لكافة الدول الثلاث، وهو المشرق الجديد الذي يربط مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي بعد زيارته للعراق يعني كانت هناك القمة الثلاثية أيضا في العراق بعدها بمدة قصيرة، وهذا يظهر اهتمام القيادة السياسية ورئيس السيسي بالعراق وأهميتها وعودتها للحضن العربي، وبأنها ركيزة أساسية من ألا تستغل العراق في تحقيق أهداف يعني مشبوهة وموبوءة، وبالتالي لابد أن تخرج العراق من بؤرة الصراعات وتكون العراق دولة رائدة وقوية في تحقيق الأهداف المشروعة للمجتمع العربي بأكمله. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الدكتور حامد فارس الخبير في الشؤون العربية. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الكبير كاتب الصحفي الأستاذ حسن بديع. حسن بديع خرجت تصريحات بالأمس من كتلة الفتح بأنها لن تقبل بنتائج هذه الانتخابات، وهنا عايز أقول ما هي الضمانات، خاصة نحن نتحدث عن يعني كتل انتخابية أو أحزاب، دي الصورة الأمامية ولكن خلفها ميليشيات مسلحة ودول هنا، يعني ما هي الضوابط التي تحكم الشارع والتي تحكم الدولة العراقية لكي تؤكد نتائج الانتخابات واحترام نتائج الانتخابات على الجميع؟ يعني أنا أعتقد أن الوضع في العراق حرج، ومش كتلة الفتح بس، ده كتل كتيرة أكثر من كتلة اتكلمت وعمارها والأخطر من كده قضية السلاح. الدولة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي تسعى أن يكون السلاح في أيد الجيش والشرطة الدولة، وتنهي ظاهرة الميليشيات والسلاح اللي موجود في الشارع. امبارح بالأمس الحشد الشعبي وغيره من بعض الكتل أعلنوا بوضوح أنهم لن يتركوا السلاح ولن يسلموا السلاح بحجة أنهم بيقاوموا الإرهاب وبحجة أنهم بيقاوموا الاحتلال، وبالتالي دي قضية محورية أساسية أنا في تقديري قد تفجر الشارع العراقي في المرحلة القادمة. الشارع العراقي يواجه خطرين، يواجه خطر وجود سلاح في أيدي العديد من الميليشيات، وده أخذ السلاح ده قد يتطلب مواجهات خطيرة يكون فيها خسائر كبيرة. أيضا القضية الأخرى أن الشارع العراقي يواجه خطر مواجهة مسلحة
بين الجماعات الشيعية مع بعض وليست مواجهة طائفية بين الشيعة والسنة، إنما على ضوء نتائج هذه الانتخابات، لأن الحشد الشعبي وبعض الجماعات الصغيرة الأخرى الموالية لإيران بشكل أو بآخر لن تقبل لا بتسليم السلاح ولن تقبل بهذه النتائج وسيطرة التيار الصدري. وأنا أعتقد إن احنا داخلين على مرحلة قد تكون هناك مواجهات بين هذه الأطراف الشيعية بما يهدد بشكل أو بآخر الأوضاع والاستقرار في العراق. طبعا هناك جهود مكثفة للدولة العراقية وتسعى لمقاومة الاختراق الإيراني ونجحت في ذلك إلى حد كبير، وهناك بعض المؤسسات في العراق أصبحت الآن خالية من النفوذ الإيراني بالفعل، يعني مؤسسة مكافحة الإرهاب، مؤسسة الاستخبارات العراقية، مؤسسة مجلس الوزراء والرئاسة بالتأكيد بقت خالية، لكن لا هذا لا يعني أن هناك نفوذا إيرانيا ما زال موجود في بعض الدوائر الحاكمة. نحن في لحظات قد تكون خطر على العراق بالتأكيد. هو الآن في مفترق الطرق. عندما نتحدث عن لحظات خطر على العراق نتحدث عن التدخل الأمريكي طبعا، وكلنا بقى اللي حضر واللي ما حضرش، طبعا امريكا كانت رايحه عشان تعمل ديمقراطيه في العراق يعني، وكانت رايحه عشان في سلاح نووي كيماوي، ولكن النتائج انها دمرت العراق ومقدرات الشعب العراقي نهبتها، والعراق وصل الى ما وصل اليه يعني رجعت للعصور الوسطى بالظبط، زي ما بترجع، زي ما رجعت سوريا، زي ما رجعت كل ليبيا، وزي ما رجعت الدول العربيه بالذات يعني، ما اعرفش يعني. المهم يعني التدخل العراقي يعني او عفوا التدخل الامريكي في العراق، وهل ستنهي او هذه الانتخابات، خاصه ان السيد مختار الصدر اصلا يعني من 2003 وهو ضد التدخل والاحتلال الامريكي للعراق. صحيح، وامريكا اعلنت مؤخرا انها ستنسحب انسحابا جزئيا من العراق، وان هي اخرجت بعض قواتها بالفعل، وانها سلمت قاعده او اثنين للحكومه العراقيه، لكن هذا لا يعني أن أمريكا سوف تترك العراق. أمريكا لم ولن تترك العراق إطلاقا إلا بالدم. أمريكا احتلت العراق لأسباب كثيرة جدا، إعادة العراق للعصور الوسطى، نهب ثرواته، تحقيق الأمن الكامل لإسرائيل، تأكيد على مزيد من التشرذم والتمزق العربي، أمور كثيرة جدا كانت وراء الغزو الأمريكي للعراق. أمريكا لن تنسحب بسهولة من العراق، قد تقلل قوتها، قد تقلص عدد قواعدها، توارد بشدة، لكن سيبقى النفوذ الأمريكي سواء علنيا أو من وراء ستار. ما زال العراق أمامه مشوار يقطعه لكي يتم التحرير الكامل من الاحتلال الأمريكي والإيراني والتركي الذي جد على العراق في السنوات الأخيرة. فالعراق في موقف عصيب، ويعني مد يده إلى مصر وأشقاء العرب وفي الأردن والسعودية وغيرها، خطوة جيدة وطيبة في الطريق الصحيح، لكن ما زال المشوار طويلا، ومن الصعب أن نقول أن الأمريكان سوف يتركوا العراق هكذا. هناك اتفاق أمريكي إيراني تركي على استغلال واستعمار ونهب العراق وتقسيمه، وتقسيمه بالتأكيد ومقسم عمليا. تمام، خلينا نستحسن نتكلم برضو على جزئية تانية، جزئية هل يمكن أن يكون هناك تحالف بين السيد مقتدى الصدر والسيد محمد الحلبوسي، على اعتبار أن الاثنين يعني هم أكبر وارد بشدة وارد بشدة، بس بنتكلم بقى بلاش المذهبية، بس هنرجع برضو وارد بشدة، خاصة أن السيد مقتدى الصدر له خطاب سياسي مغير فيها محدودة للغاية، ويتعامل يعني بشكل أفضل مع كل أطياف الشعب العراقي، وكان بيساعد مقاتلي العرب العراقيين السنة في معركة الفلوجة مع القوات الأمريكية في 2003 و2004، دي حقيقة. وبالتالي هناك طبعا وارد بشدة أن يتحقق هذا الأمر، ونتمنى أن يتم، لكن برضو حتى الوجود السني الشكلي الطائفي المخصصي اللي موجود في العراق ليس بعيدا بالقدر الكافي عن النفوذ الإيراني، لكن النفوذ الإيراني متسلل في قطاعات كثيرة للأسف على مدار 18-19 سنة الماضية بالتعاون مع الاحتلال الامريكي والوجود الامريكي، لكنها كلها خطوات جيده وطيبه، والكلام اللي حضرتك طرحته وارد ان يتم تحسين الاوضاع في العراق.
أنا لست متفائل قوي ولا أريد أن أغرق في التفاؤل، لكنها لا أقدر أقوله أن هذه الانتخابات خطوات في الطريق الصحيح، لكن علينا أن نترقب ما سوف يحدث في نهاية شهر أكتوبر الجاري، لأن قوة تشرين ثورة تشرين أعلنوا أنهم سوف يستأنفوا الحراك الشعبي في الشارع بدءا من نهاية أكتوبر الحالي، وبالتالي بعد الانتخابات 30 أكتوبر الحالي أعلنوا كده بالأمس، وبالتالي علينا أن نتابع ونرصد ونشوف الأمور هتوصل لإيه. لكن العراق ياخدوا خطوات طيبة في طريق الاستقرار والتخلص من النفوذ الإيراني، وربنا معاه، لكنه ما زال في دائرة الخطر. واحنا بنتكلم على دائرة الخطر، خطر من تركيا التي يعني تستغل مسألة المياه، يعني شاهدنا الفرات يعني ينبض بلا مياه يعني، وكذلك وهنا اتكلم برضو على يعني الى متى سيظل العراق ساحة لصراعات إقليمية ليس للعراق فيها اي لا يعني لا ناقة ولا جمل، كما سيظل الى ان ينهض الشعب العربي في العراق ويحرر بلاده ويتحرك، ولكن هناك برضه بالتأكيد في مشوار صعب وطويل وليس سهل ومليء بالتضحيات، وليس وحده الشعب العربي في العراق، لابد ان الاشقاء العرب يمدوا ايديهم، وده اللي بداته مصر فعلا مدت ايديها، والسعوديه والاردن الى حد كبير مدوا ايديهم، لكن المشوار ما زال طويلا وليس سهلا. العراق محتل من 3 دول، منهم قوه عالميه امريكا، ومنهم قوتين اقليميتين كبار جدا ايران وتركيا، وهم بيلعبوا على المذهبيه كمان يعني والعراق هو البوابة الشرعية للأمة العربية بالتأكيد. وبالتالي لا يجب أن يترك هكذا من قبل القوى الاستعمارية. المشوار طويل والمعركة صعبة، لكن أنا برضو في النهاية متفائل أنه لا يصح إلا الصحيح، في يقظة قومية في الشارع العراقي، في يقظة قومية في إخواننا العراقيون، في خطوات جيدة مع مصر تتم الآن، في تعاون سياسي واستخباراتي واقتصادي وعلمي على أعلى مستوى وتنسيق، في خلق النواة وقوة عربية حقيقية تتم الآن في المنطقة العربية، وأعتقد إن شاء الله أن احنا يعني نسير في الطريق الصحيح والحتمي وإنه ما فيش غيره. هناك حديث داخل إدارة بايدن على مسألة دعونا من الاحتلال والقواعد العسكرية ولنبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية مع العراق، باعتباره كما تحدثت حضرتك دولة غنية وهو البوابة الشرقية لكل العالم العربي، يعني هل يمكن أن تكون هناك شراكة بشكل ما ما بين العراق والولايات المتحدة في الفترة القادمة أو بعد تشكيل الحكومة إذا شكلت الحكومة؟ يعني يمكن بس مع إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، وأن تكون الشراكة على قدم المساواة ومن منطق الاحترام المتبادل والند للند، ويمكن من أن تكون العراق جزء من أمتها العربية ومحمية بالغطاء العربي وبالخيمة العربية، ويمكن هذا الكلام مع أمريكا وغير أمريكا، لكن لابد من إنهاء الاحتلال الأمريكي، ولابد أن أمريكا تكفر عن جريمتها أنها لم تكتفي باحتلال العراق ونهبه وتدميره فقط، وإنما جاءت بالاحتلال الإيراني أيضا اللي دخل على ظهر دبابة أمريكية، فبقى الاحتلال ده محتاج يتكفر يظن في حاجات كتير قوي يعني، ثم جاءت بالاحتلال التركي. وما تفعله تركيا من إجرام في العراق ومن مياه تقطعها على العراق وتفعله في سوريا وتفعله بشكل أو آخر في ليبيا، نحن نواجه خطرا. خليني أتكلم على الحجة الدولية أو حجة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية أن هناك إرهاب، أن هناك داعش في العراق، وداعش طبعا احتل، كان محتل الموصل كلها، والموصل ما هي الموصل يعني، ده صحيح. خلينا اتكلم هنا على ورقة الارهاب، وهل ما زال العراق يتعرض للارهاب من خلال تنظيم الدولة او داعش؟ ما فيش شك ان الارهاب وداعش تراجعوا في العراق، ما فيش شك، ولقوا هزائم حقيقية في العراق، لكن هذا لا يعني انهم انتهوا تماما، وهذا لا يعني ان هم خلاص بقوا صفر على الشمال وخارج المعادلة العراقية، لا، ما زالت هناك خلايا نائمة بشكل أو بآخر، ومن حين لآخر يعلن عن القبض على خلايا نائمة في العراق، وما زالوا موجودين تحت السطح، لكن كما نعلم جيدا
داعش لا تتحرك من تلقاء نفسها، داعش أداة أمريكية إسرائيلية تركية، وبالتالي لو صدرت لهم الأوامر قد يتحركون، لم تصدر لهم الأوامر لن يتحركوا، لكنهم ما زالوا أضعف كثيرا من الأول. خليني أفكر، الدولة العراقية أكثر قوة. فكرتني أستاذ حسن بإن كان في تصريح لأحد القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لوجود ممرات آمنة لخروج داعش، يعني ممرات آمنة يعني. وده حصل في تركيا في سوريا، ممرات آمنة وممنوع الاقتراب منهم، ووصلوهم ليبيا عشان يهددونا. ده عامل زي كان في فترة حلقة السواد، كان بيحكمنا واحد قال لك احنا عايزين نعمل سلامة الخاطفين والمخطوفين، خاطفين في البطن وجنودنا في الجيوش، نفس المنطق نفس المنطق الارهابي. ممرات امنه لخروج الارهابيين قدوا مهمتهم التدميريه والتخريبيه في العراق، خلينا نروح ليبيا يدمروها، ويمكن يقدروا يجوا على مصر يدمروها، لكن هيهات تم افشال المؤامره. خليني اتكلم على يعني سؤال اخير على الانتخابات، ويعني يمكن كان هناك رقابه عربيه ورقابه دوليه، والكل اكد انه لم تكن هناك تجاوزات بالشكل اللي يؤثر في العمليه. هي كمان كانت بشكل الكتروني، ما كان واضح وده ساعد. مفيش كلام انه ساعد، لكن اللي اثر في الانتخابات المقاطعه، هو ده اللي خلى نسبه الحضور 41%. المقاطعه ان في قطاعات عرضت او قطعت. اتكلم هنا على الدعم الدولي والدعم العربي لعمليه الانتخابات، واعتبار هذا الدعم ضمانه لكل الكتل اللي حصلت على نتائج في داخل هذه الانتخابات. صحيح، ويعني ضمانه لاستمرار العراق في طريق التعافي. العراق لن يعود كما كان مستقرا قويا، دوله مؤثره في محيطها الاقليمي ودولة مركزية قوية، إلا من خلال مزيد من الخطوات ومزيد من المراحل. ووجود السيد مصطفى الكاظمي كان مرحلة جيدة وخطوة جيدة في الطريق الصحيح. سواء استمر في المرحلة القادمة وهذا وارد وهذا ممكن، أو لم يستمر بشكل أو بآخر، لكن العراق يبدأ الآن خطوات التخلص التدريجي من هذا الميراث والاحتلال الإيراني الأمريكي. واعتقد ان الحضن العربي وهو الاهم. تمام. مهم جدا للعراق. ده سؤالي الاخير. فضل. الحضن العربي التي تقوده الدوله المصريه ممثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. وهناك بعض الرسائل التي قد لا تظهر للاعلام عن حوارات ما بين السيد الكاظمي والسعوديه. صحيح. وهو يتحدث بخطاب كله ود عن المملكه العربيه السعوديه، وسافر السعوديه واجرى مباحثات. هنا اتحدث على الرؤية المستقبلية بعد نتائج الانتخابات، خاصة ان احنا مقتدى الصدر هو الذي سيشكل يعني الحكومة. هو يصدر تكليف. هل هو هيكلف مقتدى الصدر لديه يعني حالة قبول لدى الاطياف العربية التي نتحدث عنها، يعني او هناك خطاب العربي اللي بيقوله وانه هو بعيد بعض الشيء او كثير من الشيء، هو العراق اولا واخيرا، واصراره على الوجه العربي للعراق. ما فيش شك انه بيقرب المسافات بينه وبين البلدان العربيه. فانا يعني في الزاويه دي اعتقد ان التقارب المصري العراقي الاردني اللي تم هيستمر وهيتفاعل وهيتزايد في مرحلة ما دام دول عربية أخرى. بالتأكيد. أنا عايز أقول مصر بتلعب دور كبير ربما في الخفاء أكتر منه معلن. السياسة الدبلوماسية المصرية هادئة يعني. وبتلعبه شرقا في المشرق العربي وغربا في المغرب العربي. مصر عينيها على المغرب العربي، المغرب الجزائر، وعينيها على المشرق العربي في العراق وسوريا والأردن. مصر الآن تبني في هدوء محاولة بناء موقف عربي موحد يشكل الحد الأدنى ويبشر بالخير بعودة العراق وسوريا إلى الحضن العربي قريبا. وأنا عندي معلومات أن مصر تسعى الآن وبقوة ونجحت في عودة سوريا المقاطعة في الجامعة العربية في القمة القادمة إن شاء الله. يعني بنتمنى يعني تبقى في انتخابات، ما فيش انتخابات، نتمنى لكل الدول العربية السلامة. يعني نحن نعيش في زمن التردي العربي، يعني الدول العربية تسرق مخدراتها، تتقاتل داخليا، يعني فقد تكون الانتخابات العراقية هي بداية للعراق، عراق الرافضين، يعني أن تعود العراق مرة أخرى.
بشكرك استاذ حسن. اشكرك يا فندم. اشكرك. كل الشكر والتقدير لضيفي الكاتب الصحفي بالاهرام سابقا الاستاذ حسن بديع، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من حوار اليوم. بشكرك شكرا جزيلا، واشكر لزملائي في استوديو التيم، واشكر لفريق عمل حوار اليوم، واشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.